السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. طبعا نرجع ديما لبعض النقط اللي قلناهم في الفيديوهات السابقة باش نوضحوهم أكثر حول الغنوصية. صحيح احنا نستعمل كلمة غنوصية وهي كلمة يونانية، ولكن كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة أقرب كلمة يمكن نستعملوها قريبة للكلام بتاعنا هي الفطرة. الفطرة أو العودة إلى الفطرة هي تتسمى غنوصية. لهذا أنا أفضل أستعمل كلمة معناتها متعارفة من بيناتنا باش نفهموا الموضوع بأكثر دقة، خاطر وقت نقولوا غنوصية فما ياسر يقول لك شنية الغنوصية، بينما كي تقول له الفطرة يفهم شنو معناها الفطرة. الفطرة هي الطبيعة الطبيعية اللي تولد عليها الإنسان، بعيد عن كل ما هو تلقين وتوريث يعني وتربية، سوى عائلية سوى اجتماعية. إذن كلمة فطرة هي أقرب كلمة لفكرة الغنوصية. إذن وقت نستعمل الكلمة هذه نقصد بها الغنوصية. طبعا كما قلنا أن الغنوصية هي ترجمة الطبيعة أو الإحساس الداخلي إلى أفكار وكلمات يعني نجم نتواصلوا بها من بين بعضنا، فهمت؟ والنجم نقوله لو نرجعوا للتاريخ بصفة عامة يعني منطقة الشرق الأوسط، الغنوصية ظهرت تحت غطاء ما يسمى الحنفية أو الأحناف. هذه نقطة ياسر مهمة اللي ياسر ما ينتبهوش لها وقت يدرسوا تاريخ منطقة الشرق الأوسط وتاريخ منطقة الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، فهمت؟ يعني الحنفية هي نجم نقوله معتقد غنوصي. وكلمة حنفية مش طبعا المذهب الحنفي، المذهب السني الحنفي، لا، الأحناف والحنفية موجودة قبل الإسلام. حتى مسيلمة اللي يسميوه مسيلمة الكذاب كان مسيلمة الحنفي، والديانة الحنفية كانت منتشرة انتشار كبير في منطقة الجزيرة العربية يعني، وتنافس كل الديانات الموجودة في تلك المنطقة. واحنا وقتها باش نتكلموا في تاريخ المعتقد والإنسان، أنا باش نتطرق للمسألة هذيك ونوضحها كيفاش الحنفية هي البنية الأولى اللي قام عليها الإسلام. كلمة حنفية يعني اعوجاج، فهي في الحقيقة تشبه كلمة ملحد. لماذا؟ لأن الحنفية هي الانعواج أو الابتعاد على كل ما هو موروث ومنقول، والعودة إلى الطبيعة الذاتية للشخص. إذن الديانة أو المعتقد، نجم نقول المعتقد خاطر ما نجموش نسميوها ديانة، المعتقد الحنفي، فهمت؟ أو الأحناف، هي تعتبر تفكير غنوصي. هذه نقطة ياسر مهمة حبيت نقولها. النقطة الثالثة اللي حبيت نقولها إن الغنوصية طبعا الفكر الغنوصي أو الفكر الفطري يقول إن رسول الإنسان هو الكون. مادام إحنا موجودين في عالم مادي، إذن إحنا أقرب شيء يمكن أن نفهمه هو العالم المادي، هذا منطق. إذن هوني إيش تقول هي الفكرة؟ تقول إن كل ما هو غير معلوم وغير مفهوم وكل ما هو نحسه في الداخل متاعنا هو متجسد في كل ما هو حولنا. والنجم ناخذ لكم آلاف الأمثلة في هذا الموضوع. مثلا الحياة والموت، فهمت؟ هي اليقظة والنوم، نجم نقارنهم ببعضهم، فهمت؟ الخير والشر، النور والظلام. إذن هوني مسألة هذه مهمة إنك تقرأ الطبيعة. لهذا الفكر الفطري
هو العودة إلى الطبيعة، لأن هي تنقل لنا رسائل يمكن نفهم بها حاجات اللي احنا ماناش فاهمينها. المشكل ان الانسان عقد الامور. علاش عقد الامور؟ وقلتها في فيديوهات سابقة، لكي يختزل الحقيقة لطبقة معينة. وعلاش يحب يختزل الحقيقة لطبقة معينة؟ لان ميحبش المعرفة تصل للجميع باش ينجم يحكمهم، ما يسمى احتكار المعرفة والعلم. وما دام الانسان يحتكر المعرفة والعلم فهو إنسان مازال موصلش إلى مرتبة الإنسانية، مازال مرتبط بما يسمى عالم الحيوان، العالم الأناني، العالم الذي فيه الصراع من أجل البقاء. الفكر الفطري للإنسان اللي يحسها كل إنسان، اللي احنا الكلنا كيف كيف، الكلنا عندنا الحق في المعرفة، الكلنا عندنا الحق باش نفكر. والقواعد الغنوصية هذه، هذا النقطة قلتها في الفيديو السابق، ان الإحساس عندما يترجم إلى أفكار، عندما يظهر نفسه في عدة مناطق يصبح حقيقة، بل عندما ينتشر عبر الزمان ويتكرر يصبح أكثر حقيقة. ولكن هنا لازمكم تنتبهوا الحاجة، عندما نقول الإحساس يترجم إلى أفكار، لا أقصد أن تتبع أفكار جاهزة، يعني هذا ما يدخلش فيه الاتباع، لأن تلقى مليون واحد يتبع. أنا نتكلم على الحس يترجم إلى أفكار، يعني أشخاص مقتنعين بالفكرة مش يتبعوا في الفكرة، لأن قالوا لهم لازمكم تتبعوا هذه الفكرة. هذه حاجة. وحاجة ثانية، يعني قد الفكرة تبقى مدة آلاف السنين يحسوها الناس بنفس الشيء، ولكن بشوية بشوية الإحساس يبدأ يتبدل. خاطر واحد قال لي في تعليق على بعض الفيديوهات، قال لي إذن الله موجود، لأن كلهم حسوا اللي هو موجود في جميع مناطق الأرض وكل واحد أعطاه صفة. حتى في بالك فكرة الرب بحد ذاتها هي معناتها معضلة كبيرة. حطها في بالك أن فكرة الرب بحد ذاتها هي موضوع لوحده، فهمت؟ وأكثر الناس اللي يؤمنوا برب يتبعوا. هذه حاجة. حاجة ثانية، هناك الآن تقريبا نص البشرية لا تؤمن بفكرة الرب، ويمكن بعد 100 سنة 200 سنة حتى واحد بعد شو يؤمن بفكرة الرب. إذا الأكثرية صحيح مهمة، فهمت؟ ولكن الأكثرية لازمها تكون عن وعي وعن معرفة، معناتها وعن حس وعن ترجمة فعلية للإحساس، ليس بالتبعية. هذه معناتها النقطة اللي حبيت نوضحها. احنا تكلمنا في الفيديو السابق ان باش نتكلموا على الإنسان، وفي الحقيقة الإنسان ليس الإنسان بل كل شيء موجود في عالم المادة. هذه مسألة ياسر مهمة، ورغم اللي هي نوعا ما معقدة، وقلت لكم ان الأشياء والإنسان بحد ذاته في الفكر الفطري معناتها يقول ان الإنسان مركب من 4 أشياء. طبعا انا مانيش باش ندخل في التفاصيل نتاع العدد وحقيقة العدد في الفكر الفطري، يعني اللي هو معناتها نجم نقوله قديم جدا، يعني الأعداد قديمة جدا، فهمت؟ الإنسان بوضعه أو بإحساسه بالأعداد يعني فتح باب الحس إلى لا نهاية. احنا نعرفوا الأعداد معناتها أزلية، لهذا احنا نشوفوا كل دين عنده شعار، مثلا المسيح عندهم الصليب، الآخرين عندهم النجمة السداسية، الآخرين عندهم النجمة والهلال، كل واحد عنده شعار بتاعه. شعار معناتها الفكر الفطري هو الأزلية، هو هذا، فهمت؟ هذاك الشعار الفكر الفطري. ولكن تقول لي كيفاش معناتها عرفت ان الانسان متكون من 4 حاجات؟
اخزر روحك، اخزر نفسك. انت شنو؟ غير فكر شويه هكا، غمض عينيك وفكر شويه، تلقى روحك جسم، ها، وتلقى روحك طاقه اللي تخليك تتحرك وتخليك حي، فهمت؟ وتلقى روحك حس داخلي متشعب لا نهائي، وتلقى روحك ذاكره وعقل. هذوما الاربع حاجات، مش لازم نتفلسفوا ياسر، وهذه موجوده في كل شيء، الا انها تختلف في درجه الوضوح من شيء الى شيء، فهمت؟ هي كيفاش تفسر معناتها الفكر الفطري او الغنوص بين قوسين؟ يقول لك وقت نغزر العالم الماده شنو نلقاو؟ نلقاو جماد، نبات، حيوان، انسان، اربع اشياء، فهمت؟ هذا عالم الماده، يا اما جامد يا اما نبات يا اما حيوان يا اما انسان، اربع عناصر. هذه الاربع عناصر كل واحد يمثل منهم حاله معينه. الجماد يمثل الجسم، هذه واضحه، فهمت؟ ما بعدش عنها. عندنا النبات، النبات تمثل شنو؟ النبات تمثل الروح او ما يسمى بالحياه، بدايه الحياه. وعندما نقول روح مش مفهوم الروح، راه ابعدوا عن الفكره دي، تسميات، مجرد تسميات، فهمت؟ ثم عندنا الحيوان. الحيوان نجم نقولوا عنده ذاكره وعنده عقل، ليس يعني الجماد ما فيهش روح وما فيهش عقل، لا، ولكن كثافه الماده هي الغالبه. ثم نجي للانسان. الانسان عنده الجسد اللي عند الجماد، وعنده الروح هي الحياه اللي عند النبات، وعنده العقل اللي عند الحيوان، وعنده الحس. اذا هوني اللي يميز الانسان على الحيوان شنو هو؟ الحس والوعي. ما تنجمش تجي تقول حيوان ما عندوش عقل وما عندوش ذاكره، لانه يتعلم. وقتها حيوان يعمل حاجه ولا مثلا في الصيد ولا حاجه ويكتشف اللي فما خدعه يحفظها، بل حتى يتناقلها جيل بعد جيل. إذا العقل نتاعو شنو تنقولوا عقل شنو؟ العقل عندما نقولوا العقل هي الذاكرة بالحواس الخمس. والحيوان عنده الحواس الخمس كيف وكيف الإنسان. ينجم يفرق من بين حجرة ومن بين حاجة أخرى. فما تفريق، ولكن ما عندوش حس وعي. عنده حس خفيف، لكن الحس نتاعو لم يصل إلى درجة الوعي الإنساني. هذا هو الفرق، فهمت؟ إذا الفكر بين قوسين الغنوصي ما ياخذ الأمور كما هي، ما يبحثش في المسألة العلمية، ما يجيش يقول لك إن مثلا الحس مستقل على العقل، مستقل على الطاقة، مستقل على الجسد. لا، ما يقول لكش هكاك. بالعكس، بالعكس، الفكر الغنوصي بين قوسين يؤمن بفكرة ياسر مهمة، ما يسمى حكة في وسط حكة في وسط حكة في وسط حكة. كيفاش؟ يعني المادة تطورت وأظهرت الحياة اللي هي الروح، اللي هي الطاقة اللي تصدر من المادة. ثم هذه المادة وهذه الطاقة تطورت وأخرجت ما يسمى بالعقل. ثم هذه المادة وهذه الطاقة وهذا العقل تطور فأوجد الحس عند الإنسان. لهذا الفكر الغنوصي بين قوسين يؤمن بفكرة مهمة جدا، هي مسألة الظهور. ما يتكلمش على فكرة الخلق، لا، يقول لك حاجة تخرج من حاجة، تخرج من حاجة، تخرج من حاجة. يعني عبارة على وردة. هذاك علاش تجد في الديانة الفيدية تلقى الوردة هكا اللي قاعدة عليها براهما.
وهذا الكل موجودين، كل الشعارات اللي موجودة متاع الأديان عندها معنى غنوصي فطري. إذا مثلا الصليب، فكرة الصليب صحيح هو معناتها الصلب، ولكن يرمز إلى الأربعة، إلى الإنسان، الإنسان الكامل. حتى فكرة المكعب المربع الأربعة، فهمت؟ حتى فكرة النجمة معناتها متاع داود متاع اليهود، فهي مثلثين اللي هو نصف مربع وداخلة في بعضها وعندها معنى، لأن هذا هو الفكر ما يسمى معنى الحروف. لأن الفكر الفطري وتفهم الحروف، فما حروف أولية، طبعا هناك الصفر اللي هو يعني عدد ليس له قيمة، وهذاك علاش أكثرهم اعتبروا الصفر هو أصل الوجود، وهو العدم نفس الشيء. واللي مثلا تلقى مثلا الزردشتية سمته المكان أو الزمان، الفيدية سمته براهما الأول، فهمت؟ ثم المادة بدأت من فين؟ من الواحد، يعني خرجت من الصفر، وهنا دخلنا ما يسمى في العالم المادي، وبدأت الأعداد 1 2 3 4، ومن بعد نواصلوا 5 6 7 8 9، فهمت؟ ومن بعد 10 نرجع للواحد، 9 يمثل الصفر، 10 نرجع للواحد، ومن بعد نزيدوا نمشي 11 12 13 14 15 16 17 18، نرجعوا للتسعة اللي هو الصفر، ثم نوصلوا للتسعتاش، وهنا نرجعوا للواحد. هذوما الحروف حتى التسعتاش هما حروف أساسية، فهمت؟ في الفكر الفطري الداخلي الإنساني. وهذا شيء معناتها الناس فكروا فيه قبل، واحنا موجود فينا. ساعات نحبوا حاجة واحنا ما نعرفوش علاش نحبوها، أو نميلوا لحاجة ما نعرفوش علاش نميلوا ليها، لأن هناك توارث لمخزون حسي. راك أنت توا باش وصلت تحس وتعرف ووصلت للتطور هذا في 2017 نتيجة خدمة ناس مدة ملايين السنين. أنت تراكمات كما يقولوا معناتها في الغنوصية، تراكمات العدم، يعني العدم تراكم وأدى إلى الوجود. طبعا هما عندهم فكرة في هذه المسألة، وهذه معناتها نظن مفهوم الرب عند الفكر الفطري الغنوصي لازم معناتها واحد يفهمه، فهمت؟ يعني فكرة ما يسمى بالرب، شنو هو الرب؟ بالنسبة للفكر الفطري يقول لك احنا كل شيء هوني في العالم المادي هذا نشوفوه هرمي، واحد يجي من الاخر، واحد يجي من الاخر، اذا يوصلوا النتيجة اللي فما بداية، هذه البداية هما يسميوها الرب، وهي رب المادة، يعني منها انطلقت كل الوجود. وهنا الرب ليس بمفهوم الخالق، وإنما بمفهوم آخر. المهم نكتفي بهذا القدر في هذه الفيديو، ومع فيديو قادمة حول الغنوصية أو الفطرة أو الحنفية خلال كل شهر رمضان. وشكرا على التوزيع، ومع فيديو قادم، وبسلامة.